تعالوا معهم ظاهره معناها اللي منكم معناها بدنيا ما عادش جسمانيا. والله صحيح تشوف معناها جسمانيا وبدنيا صحيح هم اقوى منا ونحن القوه نتاعنا عرفنا كيفاش نقفوا في سيرتي راه عرفنا لهم البلوك عرفنا كيفاش نقفوا معاهم ما ندخلش معاهم في كونتاكت معناها تشد الكوره ولا حاجه خاطر ما تنجموش اكثر منك برشا لعبنا اللي فيها الكوره تعرفنا كيفاش نخرجوا من المسجد نتاعنا الحمد لله. محمد ومنجز رياضي جديد القارة السمراء من الاسماء الرن 11 مصعب ساسي 12 عربي صادق 13 خالد العياري 14 سليم المرزوقي 15 مجدي المخزومي وقائد فريق اتزان الا بالروح الاولمبيه والرياضيه الا بوعي المسؤولين لانه يقول لك عندي يالا ناشئين من خلال ايضا البشير الحساني مساعد الحكم اللي يشترك في المونديال المنتخب التونسي وايضا زميل وايضا زميلنا الاعلامي منذر الشواشي اللي هو رئيس المركز الصحفي للفيفا هنا في مدينه شانغون. كل شكوره متسجيل ليبدا الكرنفال المونديالي من الباب الكبير. تمشي امكانيه وتسديده كوره اخرى منتخب تونس مكان تونس تكور يا نور حضريه لاعب النادي الافريقي من اللاعبين اللي يحكيوا عليهم برشا كقادمين بقوه في مستوى الكره التونسيه. وفي الكان في التوغو ربحنا التوغو عدلنا مع غامبيا وساوث افريكا الفافانا فافانا ولعبنا السيمي فاينل ضد نيجيريا. نيجيريا البارح ربحت فرنسا بينما نور حضريه اعطيني تسديدة الكره ممتازه وانتو خدوات ومن بعدها اولمبياد لندن 2012 المنتخب التونسي قريب الهدف نشم في هدف وكره بالراس 1-0 ضاع الاحسن ماسكين المباراه مليح مكادرين الملعب بشكل جيد نحكي بلغه فنيه تقنيه يلعب على اطراف وزع العرضيه سدد ارضيه 1-0 المنتخب التونسي سجل 1-0 افضل افضل من بلجيكا كان 1-0 من وسام البوغانمي وسام 2012 ولملا 2014 هذا هو جيل الغد جيل الغد اللي يقول انه الماضي لك وبكره لك وبعده لك يا تونس 1-0 سعيد جدا بهذا الهدف الفعل الحمد لله يا ربي محدود يعني في مختلف مباريات تونس في كاس العالم كبار صغار اولمبيين كونفدريشن علقت على فرحه الاهداف لكن اليوم نحب نعلق على فرحه الانتصار والثاني جندوبه والمكتين يلا مشي على نفس الشجع يلا يا نور حضريه العب الراسيه الثنائيه جول مش ممكن الثاني مش ممكن الروعه متعني اسحرني علمني برافو 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 قلت في لحظة سابقة ممكن نسحق بلجيكا بالفعل ممكن كرويا نسحق البلج شوف الكورة يا حضرية العب والكورة مليمتر في المرمى 2-0 2-0 للنصور فرصة كبيرة الثنائية حتى رادش مسبوح ان نهدر نقاط الفوز ان شاء الله يمشي نور حضرية برافو يا معلم رجع للعربي العربي السابق يلعب كرة خطيرة نور حضرية الثالثة الكرة على العرض جميلة جميلة شوف الشو شوف الكرنفال بدا الفستيفال او قول رجع الفستيفال لانه ضيعنا دقيقتين ورجعنا منتخب تونسي افضل بكل المقاييس هدف البلجيكيين لن يهزنا لن يرعبنا لن يخيفنا ولن يعيقنا نحو الانتصار والنقاط الثلاث نور حضرية مرة يستحقوا هذا الوصف وهذه الكونية ماهر جبلة لاعب النجم الساحلي تمشي كرة في النصف نور حضرية عنده قراءة جيدة ممتاز جدا نور حضرية انطلاقة وجوه برافو الانطلاقة هي اللي تخدم القمة القاعدة والاندية اللي نسميها نحن في العادة الصغيرة هي الاندية السوري ايضا الشقيق كان ممكن ينتصر اسبانيا فازت على هونتوراس 4-2 كرة الشمالية تعدت مع انجلترا 1-51 2 جوان 78 في روزاريو 3-3 والولاد ما يسمعوش فيا في التعليق لو كان عندنا دفاع قوي منتخب تونس يمشي بعيد للمونديال لكن قول يا رب قول امين تمشي الكره مره ثانيه نور حضريه عمل لي ضربه نور حضريه الرابع 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 لا خساره خساره لكن المباراه ان شاء الله نربحوها اختار اللقطة اختار الكرة لكن معاك يا نور ما فيش اختارة اللي عنده نور حضرية ما يخسرش
45 دقيقة لعب في الشوط الأول. يونس صدق يلعب الكرة، قدم الهدف الرابع، راوغ بيه سجل عين المستهدف والتسديدة والكرة ضاعت. بكل تأكيد لاعبي المدرب ماهر الكنزاري يعرفون أن وراهم عربي 15 كابتن المنتخب مجدي المخدومي، 17 يوسف المساكني، و10 نور حضرية. تونسي مصعب ساسي لمسة واحدة، عملية خطوات مع نور حضرية، مثلث الرعب التونسي يتقدم منتصف هذه المواجهة. نور حضرية يسير التماس بعد تدخل الأول من سامي ماهر. سيناريو رائع 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 لنصور قرطاج. ان شاء الله يجيبوها لاولاد، ان شاء الله معاهم ربي. واحده واحده نور حضريه، وان شاء الله الكره في الشباك. نور حضريه وجه لوجه مع زاك ماكمات مايسترو النادي الافريقي امام الكره. نور ان شاء الله ينورها علينا اليوم. يلا يا نور، يتقدم نور، هدف جول، الهدف الاول لنصور قرطاج. 1-0 لتونس امام الولايات المتحدة الامريكية. والتوقيع للمايسترو للمنارة نور حضرية، والهدف الاول لتونس. نقدر نقول منذ الان مبروك لتونس هذه البداية، مبروك للعالم العربي هذه البداية، مبروك علينا هذه البداية. وما زال نور حضرية، ورغم التألق في المتابعة للحارس الامريكي زاك ماكمات اللي قدم لنصور قرطاج على حساب بلاد العمسام بهدف 0. افتتاح امام بلجيكا بالاربعة، هذه نور حضرية في عملية ترويضية من اعلى. مصعب ساسي ينطلق بالكرة، شوف فنيات مصعب تتكلم فوق الميدان، تدرج المنتخب التونسي. والله بصراحة نصور قرطاج يشيرون النسق على كيفهم كما قابل هجمة للمنتخب التونسي. ولمسة واحدة، مصعب يطلب الكرة اليسار، وهي توصل الكرة لمصعب ساسي، ينطلق والتسديد. طاهر مهاجم اصبح الان، والرأسية كان بالامكان افضل من مكان من نور حضرية. منظومة جماعية رائعة لمنتخب الانهاء، والكرة بجانب الحارس زاك ماكمات. طبعا المشاهدين الكرام، هذا اللاعب نور حضرية اللاعب من فيلة 9.5، يعني لاعب كرة منتخب تونس. ونور حضرية يتقدم نور ويمهد، وامكانية التسديد موجودة. اهو التوزيع، الان اصبحت الامكانية في الحل للتوزيع. 5 لاعبين من المنتخب التونسي بعكس الهجوم. بكل حياة نقول هذا العب الكرة وركنية، قرار سليم من الحكم. نور حضرية يا سلام، وضربة جزاء، ضربة جزاء نصورترو المقدس في كوريا الجنوبية. يا سلام يا سلام، والله وكأني كان في الاستماع، قلت ان شاء الله المنتخب التونسي لما لا يرجع بهدفين الى حجرات الملابس. يلا نبقى بكل الحذر، ان شاء الله نور حضرية من جديد، وجه لوجه من جديد. زاك ماكمان يتقدم، نور حضرية، جول نصور قرطاج تحلق في كوريا الجنوبية، والهدف الثاني لنفس المايسترو. وماهر الكنزاري يتنافس السعادة. كل تونس معاكم، نرجع للشعار الوحيد، الشعار الكبير، معا من اجل تونس، معا. شوف نور حضرية، الكورة في جهة، والعارس الامريكي زاك ماكمات في جهة ثانية، ونصور قرطاج بكل الاختياري. كورة على طول لمصعب ساسي، 1000 بطاقة حب و1000 بطاقة شكر نسوقها لمنتخب تونس. وهذه نقطة النهاية للشوط الأول مشاهدينا الكرام، بصفيرة الحكم بيتراجو أورلاندو الكولومبي الكابيتالوس، تقدم المنتخب التونسي بهدفين أمام براين، أمام اللاعب بيلي شيلر.
الكنزاري لك ان تفتخر بنفسك وبفريقك وتشتر في السماء الكوريه الجنوبيه. خالد العيالي ينتظر يرتقب ويراوغ يا سلام. وين التسديد؟ يلا يلا يلا. اوه وسالم لا لا يا يوسف خبتونسي هذه الهفوه وبقت النتيجه صفر على ضايع لصفر للحضريه بعكس الهجوم ويعطي كوره يا سلام ترجع الكره من جديد للمنتخب التونسي الخضراء يتألقون في تشانغون بهدفين لصفر لهذا المايسترو لهذا المفكر لهذا الدينامو في هذا اللقاء في تشانغون بكوريا الجنوبية. من الدفاع متابعة من ماهر جاب الله في بداية الهجمة المرتدة لنور حضرية. الكرة وش يعمل هذا؟ ماذا يفعل بن عاكر بكرة كرة خطيرة؟ وسنقاوك لتونس للراية للنجم للنجمة والهلال لكل اللاعبين للمدرب ماهر الكنزاري لسيف العثمان البقية. ما زال ما زال التألق سيتواصل مع هذا المنتخب إن شاء الله ضد تاجيكستان. يوصل التحية مع أعضاء المنتخب التونسي طبعا الكلاسيكو والتقاليد المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم. سنمر مشاهدينا الكرام من تشكيلتي المنتخبين والبداية بنشر مرتدة من الدفاع مرة أولى وعكس الهجوم نور حضرية مصعب سيف لازم تعود إلى الكرة مشاهدينا الكرام مصعب مهم جدا لإعطاء الفرصة والمساندة. نور حضري تلعب الركنية بسرعة من جانب المنتخب التونسي أفضل حال نصر خرتان شلع الكرة في الشباك نور حضري عربي ثلاثة في مصعب سيف اللي ينزلق يراوغ ويمهد نور حضري هذه الحيلة على ماهر جبلة خرج الكرة يا ماهر والمهارة هي تونسية بكل تأكيد. نور حضرية يا منارة تونس العزيزة يا نور مصعب كرة من حبيب التونسي نور حضرية المايسترو منتخب تونس يعكس الهجوم نور حضرية يلا يا نور كرة رائعة خالد العياري وخالد 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 يا خالد ونور حضرية يراوغ استاذ العربي يسترجع الكرة نور حضرية بلا لايفة لمصعب اللي قادر على الاختراع. لعب مشاهدينا الكرام في كل ارجاء الوطن العربي الحبيب في هذه المتابعة لإنجازات نصر خرتان في أرضية عربي سابق لمصعب سيف اللي ينزلق يراوغ ويمهد ونور حضرية باب هدف من هنا او هدف من هناك. اذا النادي الافريقي يضغط الانطلاقه والقلعه المنزه لقاء الافريقي رقم 83 ورق في الميدان وفي المعاشر الاخضر وزاكي والمويه بيلزم يسجلوا تمشي من جونيور في هذه المسابقه ومن اجل الفوز الاول في هذا الموسم على خلفيه تعادلين ايضا في الدوري ضد النجم في سوسه وضد الاولمبي الباجي في المنزه. كره دور من 1953 في سجله البطوله عام 2007 كاب اذا اساسي النادي الافريقي وسام يحيى. يحيى يلعب كره نور حضرية نور حضرية ممتازه جدا الكره تدور مليح ما فماش اوف سايد. اي جونيور ممطر تاريخي في المنزه سداسيه النكب وبوفيلا الاوغندي الفريق اللي ترشح بينما كره للثالث هدف سامي تواتي والكاس افريقيه تونسيه. المويه بيلعب العرضيه هي الثلاثيه ضاعت
رغم الاوفسايد. نور حضرية كان ممكن يفتح في مناطق النادي الافريقي. تخرج كوره من الورتاني، الورتاني ممتاز، نور حضرية احلى كرات الصياغه في الشوط الثاني. السلامي يرفع كوره لهدف. اللاعب اييسا روميو جوتير، روميو تمشي الكرة مرة ثانية من نور حضرية، قدم مباراة ممتازة نور، برافو يا نور. تمشي الكرة ليحيى، هو الثالث، هو يحيى، يحيى على البريمي بوتو، امشي يا مويد ويدخل قدام. ترجع الكرة مرة ثانية للنادي الافريقي، حاول يضغط، امكانية المراوغة من وسام يحيى السهلة عند الحارس المويبي، يلعب كرة ممتازة تتهيا مرة ثانية عن طريق نور حضرية. كنترول لاعب كبير، لاعب كبير يا حضرية، نور حضرية وكرة طويلة ممتازة لكن برا. دقيقة 21، ترجع مرة أخرى للنادي الافريقي، الانطلاق الهجوم، نور حضرية في مخالفة، في مخالفة لفريق النادي الافريقي أو للاعب ممتاز يجري له كرة، يلعبها فرصة جونيور، كرة خطيرة والتسديدة ممكن جدا الآن. على دي قوام يجربوا قراعة هشام السيفي، خاطئة الكرة، نور حضرية محافظة على الكرة، نور حضرية الآن، نور حضرية في اتجاه سلا طويلة الكرة، بوكونغ وسلا، سالم لكن خالد السويسي قبل، نور حضرية الآن، خالد السويسي، خالد السويسي، خالد السويسي مازال محافظ على الكرة، نور حضرية ممتازة، خالد السويسي تفاهم كثير، يوزع سلا ومحرز حسني في المكان المناسب، خلال العيفة ثم يوسف المويبي، مازالت الكرة، يوسف المويبي، يوسف المويبي يلقى نور حضرية، نور حضرية، نور حضرية باش يوزع، يوزع على مستوى القائم الثاني، ثم بوكونغ في التغطية. الى تشكيلة عبد الحق بن شيخة، بينما يغيب كل من عدلي الناشي. تجربة رياضية للحارس بتاع الشيخ وهو دواتي فاين في تاريخ الفريقين. المواجهة رقم 95 بين الافريقي والبرسا او حمزة المسعدي، مازالت الكرة بحوزة النادي الافريقي وتقطع الكرة يتعكس الهجوم، لكن الحكم مخالفة للنادي الافريقي. إعادة للعملية الأخيرة والحوار ما بين لامين كمون ونور حضرية. طارق جلاسي ترجع مرة أخرى، نور حضرية، نور حضرية، نور حضرية، نور الميدان، زياد الهمامي لليسار، ثم بلال العيفة قبل منعم الرماح، بلال العيفة والحسين وسام يحيى إلى نور حضرية، نور حضرية يراوغ، نور حضرية مرة أولى، ثانية، ثالثة، وتدخل الألفة ضد مستقبل المرسى، مراوغة أولى وثانية والتدخل الأخير، إعادة للتدخل الأخير. ترجع من خالد السويسي بالراس وسط الميدان، لمسة واحدة من أسامة السلامي إلى نور حضرية، نور حضرية إلى فانسون تشالا، فانسون تشالا يسدد وترجع من محمد أمين، فتلو الكرة من أسامة السلامي، نور حضرية إلى فانسون تشالا، فانسون تشالا يدخل أمين كمون، محمد أمين كمون، هاي الإعادة، التمرير، الترويج، ثم التسديد ومخاء ممتاز ومتعلق بالتصدي، يأتي العملية الأخيرة، تقبل المرسى وتفاعل جماهير النادي الإفريقي مع العملية. منعم الرماح أمام نور حضرية يفتكروا الكرة، نور حضرية يرفع الكرة لفانسون تشالا مع وليد حزين، إلى حد الآن ترجع من محمد البشتوبشي، نور حضرية، نور حضرية يبحث عن فانسون تشالا، توصل الكرة، بولي مخطئ الكرة تمشي إلى نور حضرية، نور حضرية تمهيد وتسديد، التسديد ووسام يحيى يسدد وفي مرمى محمد الامين، محمد الامين بالخوشه، هاي الإعادة والتسديد إلى نور حضرية، نور حضرية باتجاه خصم الكرة في منطقته لتسديد، بعيدة الكرة، بعيدة الكرة من نور حضرية. قلت أنه النادي الإفريقي يحاول ربما أن يحتفظ بالكرة مرفق خلفية إلى أسامة السلامي، يلعب الكرة مع نور حضرية، نور حضرية، نور حضرية، جينا محمد البشتبجي، نور حضرية، نور حضرية، نور حضرية يرفع الكرة، ترجع من لامين كمون، تمشي أسامة السلامي، ترجع مرة أخرى، نور حضرية، نور حضرية، تتفك له الكرة، والإعادة تتفك له الكرة، فانسون تشالا لنور حضرية،
نور حضرية ينطلق نور حضرية نور حضرية أنيس العامري إلى نور حضرية نور حضرية ينطلق نور حضرية نور حضرية يرفع الكرة مقطوعة من مادين سايدو وركنية لنادي الإنترناشونال 70 هدف فقط في شباك النادي الإفريقي مع أجمل تحيات كامل الفريق اللي أمنكم هذا المباراة مباراة الديربي اللي كانت واعدة وأوفرت في وعودها في المصوتة. نعرف ثم سيد الشمالي اللاعب رشاد الملقب بكيو الفريق الأمن الوطني نور حرية حرية طويلة باتجاه أتوس أمام نور حرية اللي خلى مر وباهي من حرية الآن حرية مازال محافظ على كورتو كورتو الهيفا إسلام بن يحيى شعراء حرية نور حرية نور حرية نور حرية مازال محافظ على كورتو نور حرية حاول باش يوزع في الفلوسي وبعد هذه الكرة ويتكسر الهجوم اللي فات الفريق عن فريق نور حرية لفريق النادي وكل الفرص اللي تتاح له لأنه وصلنا في الدقيقة 90 إجمالا بالنسبة لصفقة النادي الإفريقي أكيد وأن النادي الإفريقي كان في مستوى جيد نور حضرية أو قص تدخل كرة كابتن لصالح الإفريقي لاس عدل والتالي تدخل عشرة فلا عيساوي تدرج نحو تسديد المراكز الأساسية في تشكيلة الأفريقية كيف دخل عكس الهجوم الذي لدى يحمم كان فيه تسرع أكثر من السرعة وتالي وارتاني بمجهود آخر يرجح لزهير الزواج هجوم الأفريقي سريع وسريع جدا محمد سلامة تعود بالأفريقي وحوة مخالفة ونور حضرية متوسط الميدان على صورة صنع لعب الإفريقي كان أسامة سلام يلعب هذه المباراة كأساسي غانيس العمري تعكس الهجوم لصالح الإفريقي نور حضرية طويلة شوية سليم سيسي ضيع هذه الكرة الهجمة المعاكسة ونور حضرية في الكرة في الجهة اليمنى ياسين بوشعالة ياخذها بوشعالة وجه لوجه بوشعالة وجانبية جاهزين لما لا رغم أنه كل الفرق تقريبا كرتات نادي حملنت هي الأولى في المباراة يلعب في المحور فيكتور سيلفا هذا هو تقريبا التغيير اللي عمل به ريفاكاشا فيكتور سيلفا يلعب في الشوط الاول على الجهه اليسرى يدخل هناك المنزه ثنائيه فانسون شالا وياسين بوشعاله كره للافريقي فانسون شالا شالا يصوب بجانب المنطقه حتى خرج المنطقه في اللقطه الاخيره محور الدفاع يتردد في قطعه المباراه اكيد لعيبه نادي حملنف مناسبه جدا على فرق كما نادي حملنف اكيد تستمد قوتها من ميدانها من جماهيرها خاطر يصرح الأفريقي كرة ثابتة الأفريقي يطمئن منطقيا على نتيجة المباراة رغم أنه مازال من المبكر والعشرين في القلعة بالحديث على الانتصار لكن منطقيا الأفريقي فائز متصر بثلاثية المردود والحجم اللاعب أفضل لصالح الأفريقي وضعية هذه